مساء الخير يا سيف ومساء الخير يا عمر ومنورين الشاشة. ويعني أنا عايز يعني أتكلم على 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 عمر صلاح. حارس موهوب جدا وحارس من الحراس اللي مستقبلهم يعني أنا شايف إن هو مستقبل مضمون. يعني عمر 23 سنة 24 سنة يعني فما مفيش قلق خالص بالنسبة له. الحراس بيلعبوا دلوقتي اللي بيبطل بدري بيبطل 40 يعني فلسه قدامه سكة طويلة. وبعدين عنده خبرات سابقة هايلة لعب في محكات كبيرة جدا في بطولات أفريقية الزمالك استعان بيه في أوقات حرجة جدا وكان قد المسؤولية لا حارس موهوب قوي حارس كبير وإن شاء الله هيبقى مستقبله أنا متأكد يعني إذا أنا عايش هشوف ده بعيني إذا تسلكت يعني فكلكم هتشوفوا إن عمر ده حارس من حراس الكبار يعني إن شاء الله.